تنخوض المعركة ديالي اليوم السابع أمام المحكمة الابتدائية القسم التادلة. القضية تترجع لواحد الصانع ديال عيادة لطب الأسنان تعالج فيها الناس. توجهت لهاد العيادة ولكن ما مرضت وتلجأت للقضاء، ومن بعد ما كانت المتابعة ديال النيابة العامة انتحال الصفة ومزاولة مهنة ينظمها القانون، وبعد الحضور ديال 6 جلسات هنايا في المحكمة سمعت حكم بالبراءة، بالرغم أن النيابة العامة كانت دايرة متابعة ديال انتحال الصفة ومزاولة مهنة ينظمها القانون بناء على اعترافات في محاضر وبناء على صور اللي تيغيرها صاحب العيادة ما مرة تتعلق بالعيادة. تم الحكم ببراءة. هنايا الحكم ديال البراءة فيه ترخيص تحت رقم 110-192 مؤرخ في 11 مؤرخ في 5/11/1992. ومن بعد مراسلة ديال السيد الوالي خرجت لجنة ولائية ضبطات المعني بالأمر فعلا تمارس مهنة الطب وجراحة الأسنان، ولم يدلي بأي ترخيص سواء على مستوى صناعة رمامات الأسنان أو مهنة الطب وجراحة الأسنان. الملف الآن فيه 14 جلسة، كاين طماطول، كاين تسويف، كاين ايادي خفيه تتحكم في مجريات الملف، وهذا امر غير مقبول لاننا نتطالب بتوفر الضمانات اللي ما توفراتش وشروط المحاكمه العادله. فقدت الشغل ديالي انه 14 مره وانا غادي يجي للمحكمه الان الاستئناف فيه مده ديال سنه والملف ديالي تيدوز ما فيه تا اجراء، وهذا امر غير مقبول. انا تنطالب انه يتفتح تحقيق في هذا الملف ديال البراءه في قسم التادله، لان الملف اللي شدو تيتقلع. هذا ملف فيه اعترافات وفيه صور ديال العياده تتغيروا وفيه محاضر ديال المعاينه واثبات حال، وهاد الناس عطاو البراءه. ما عرفتش هاد البراءه علاش تبنات. الى الترخيص راه ترخيص وهمي، لان بينوا المحضر ديال المعاينه ديال السلطات الولائيه. السلطات الولائيه لحد الان ما دارت حتى اجراء في حق هذا الشخص هذا، لانه سدوا العياده مشى فاتح عياده اخرى خدام فيها. والان انا مستمر في المعركه ديالي هنا حتى تحقق المطلب ديالي اللي هو توفر الضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وشكراً.